آخر موضوع عندنا في الايمجز، تمام، اللي هو الترانسفير ليرنينج والبري تريند سي ان ان. مفهوم انه يعني مفهوم البري تريند سي ان ان انه انت عندك موديل اوريدي تريند والموديل تبعته يعني او الويتش تبعته انه احنا حفظناها، فبالتالي ممكن انه اي حدا تاني انه يحملها وانه يستخدمها بشكل مباشر، زي ما شفنا في التطبيق هذا، يعني انه الويتش تبعتها انه هي محفوظه وانه انا بستخدمها بشكل مباشر. طبعا في انا عندي عده موديلز موجوده، كيف بدك تعرفها؟ الموديلز هذه عندك اياها هنا TensorFlow/models او tf.models او tf.keras.models. ايش في عندك؟ هاي في عندك لستة منهم. في عندك بعض المودلز الجاهزة للكمبيوتر فيجن زي الامنست، هو عبارة عن basic model to classify digits from the amnest dataset. في عندك الريزنت، هو عبارة عن deep residential learning for image recognition، تمام. وفي عندك الافيشنت نت، هذا عبارة عن موديل للكونفولوشنال نيورال نتورك، انه بري تريند، انت ممكن تستخدمه الويتس اللي هم دربوها الفاينل ويتس انه جاهزة. هذه المودلز انه بقوا ايام واسابيع وهم يعملوا تريننج لها على هيوج داتا سيت من الايمجز. هذا بخصوص الكلاسيفيكيشن. تعال اطلع انت عندك للاوبجكت ديتكشن ايش في عندك، برضه الريزنت كموديل، تمام، عندك هذا مستخدم للاوبجكت ديتكشن. في عندك الماسك ار سي ان ان، متذكر هذا الموديل اول ما بدانا نشرح على الكمبيوتر فيجن وشفنا نظام الكمبيوتر فيجن في السيلف درايفنج كار، انه بيعلم انه هذه باص وانه هذا بيرسون وهذه ترافيك لايت، كل هاي الامور. فكان انه الموديل احد المودلز المشهوره اللي هو الفاستر ار سي ان ان او الماسك ار سي ان ان. في عندي الشيب ماسك وفي عندي السمن نت، هذا كله للكمبيوتر لل اوبجكت ديتكشن. في عندك مودلز للناتشرال لانجويج بروسيسنج، تمام، زي مثلا الالبرت والبيرت نيوز هيدلاين جنريشن موديل ترانسفورمر اكس ال نت. وفي عندك برضه للريكومنديشن، لو انت بدك تستخدم موديل جاهز للريكومنديشن ممكن انه انت تستخدمه، بتدي له انه مثلا انبوت معينه فبروح بدي لك ريكومنديشن معينه. ففي مودلز كثير جاهزه. الان المودلز هذه في عندك برضه قائمه ثانيه، وين موجوده؟ قائمه اوسع انت عندك وين موجوده؟ في الكراس. في الكراس بتروح على API/applications keras.io/API/application، فانت عندك هنا لسته من الافيلبل مودلز والاكيورسي تبعتها، التوب اكيورسي اللي وصلت لها. فيعني على سبيل المثال في عندك هذا للكمبيوتر فيجن موديل اسمه اكسبشن، تمام، هاي حجمه وقديش الاكيورسي اللي وصلها، تمام، وقديش عدد البارامترز اللي عملوا لها تريننج. حجم الموديل نفسه، حجم الويت، الويتس تبعت النيورال نتورك. عندك في جي جي 16، في جي جي 19، ريزنت 50، 101، 152، تمام. بدي اياك تفهم انه هدول عباره عن نيورال نتورك اركيتكتشر بالاضافه لويت. ايش يعني نيورال نتورك اركيتكتشر؟ لانه بيجي واحد بدي بيقول انه انا والله بدي اعمل سي ان ان موديل جديد. ليش بقول؟ بيجي بقول انه انا بدي اعمل عده بلوكات، كونفولوشن بعديها بولينج، كونفولوشن بعديها بولينج، تمام؟ وبدي اعملهم كل واحد هدول بلوك واروح اركبهم مع بعض زي هيك، فبالتالي الاركيتكتشر تبعته بتكون انه هي مختلفه من ناحيه عدد الكونفولوشن لايرز وعدد البولينج لاير. وهذه ناحيه، والناحيه الثانيه انه هو بروح بدربها على داتا سيت معينه
تمام، وبروح بي بي بيعمل سيف للموديل هذا كاركتكتشر وكويت، فبقول انه هذه احد الموديل المشهوره في جي جي 16 في جي جي 19 ريزنت انسبشن فيرجن 2 موبايل نت فيرجن 2 موبايل نت. تمام، فبتلاقي انت عندك هذه الاكيرسي كانت عنده 89، هنا صارت الاكيرسي 91. هنا كل موديل من هذول المودلز، لو على سبيل المثال بدي استخدم الموبايل نت، بس مجرد بعمل عليه كليك فبروح بورجي لك انه تي اف كيراس ابلكيشنز موبايل نت. تمام، بحدد له الانبوت شيب، تمام، وبحدد باقي البارامترز. الويتس هنا ايمج نت، ايش هي الايمج نت؟ هي عباره عن داتا سيت للصور، وردتكم اياها سابقا، من قديش مكونه؟ من 14 مليون صوره تقريبا. يعني انت في عندك كثير من الاوبجكتس اللي موجوده هنا، يعني ممكن يوصل عدد الكلاسز ل 1000. على سبيل المثال انا بدي اشوف ايش في عندكم ديرت. خليني اجرب هورس. تمام، هاي في عندك بعض الصور انه هورس هورس كارت سنسيت. هل جاب لي اياها هنا ضمن الفئه تبعتي، ضمن الهيراكي اللي هو مصنفها، ويفترض انه هنا تطلع الصورة، يفترض. وقديش عنده من هذه اللي هي الهورس كارت؟ عنده 1211 بيكتشر. في مشكلة بطء. يور ال ايمجز اند داتا سيت. مش عارف اذا انا عملت عرضتها على براوزر تاني، على كروم على سبيل المثال، نجرب. في مكون اضافي انه محتاج فلاش، والفلاش انتهى عهده، مش عارف انه ما كيف تقريبا. على اي حال انت عندك الداتا سيت هذه 14 مليون صورة، تمام، ومصنفة كل واحدة في لها ليبل، فبالتالي انت بتطلب منه انه تستخدم الموديل اللي فيه او الويتس اللي تم تدريبها على الايمج نت. في داتا سيت ثانيه غيرها كثير، تمام. عدد الكلاسز زي ما حكيت لك 1000 موجوده على الايمج نت، تمام. وخيو شرح لك البارامترز هذه كيف انه انت ممكن انه انت تحددها، تمام. الان نرجع للدرس تبعنا. فبالتالي انا عندي هنا بدي احاول استخدم المودلز هذول الجاهزه في ابلكيشن انا عندي، فحاول تركز معي. افتحه على الكولاب.
تنسر فلو فيرجن 2 داونلود الداتا سيت تبعتي ديسيبل البروجريس بار للداونلود داتا سيت اللي هي cats and dogs وهنا طلبنا منه نعمل split الترين انا عندي 80% تمام والفاليديشن 10% والتست 10% هنا جيت ليبل نيمز بروح برد لك كل الليبلز هنا ميتا داتا فيتشرز اوف الليبل وهنا انتجر تو سترينج حولهم لانتجر تو سترينج حكيت عرض لك اياهم لانه هنا ايش سوى انه هذا اليوتيليتي فانكشن يعني او هذا الكود انه انا بدي الف على كل على الصور تمام وبدي اعمل image show حيعرض لي صورتين هنا بدنا نشوف الليبل تبعها حيعرض الصورة وحيحط التايتل تبعها اللي هو الليبل فهنا حيحط dog هاي صورة dog وهنا dog تاني هاي صورة dog هذه تقريبا حوالي 400 × 250 وهذه حوالي 300 × 400 تمام اوكي هيك خلص الداونلود هنا بطبع هدول عبارة عن تنسورز كلهم داتا سيت فيرجن 1 ادابتر وهي الليبلز مع اليوتيليتي فانكشن اللي بتظهر لي اي الكات والدوجز والليبلز ما في عندي تو كلاسز اللي هي الكات والدوج تمام هنا بعمل فورمات للاكزامبل حدد انه بدي اعمل ريسكيل انه 160 × 160 ايوه ايمج سايز في ايمج سايز ايوه حطه 160 بعمل كاست لفلوت 32 بقسم على 127 وبطرح منها واحد وبعمل ريسايز وبرجع الايمج والليبل تبعها وهذا كلام راح طبقه على كل الاكزامبلز في الداتا سيت من خلال الماب تمام الباتش سايز 32 والبفر الشفل بفر سايز 1000 وعمل الباتشز للترين والفاليديشن والتست تمام هنا فور ايمج باس ايمج باتش ليبل باتش هنا اخذ وزن باتش وهنا حدد الشيب تبعه او بده يطبع الشيب تبعه الشيب تبعه 32 صورة ضرب 160 × 160 ضرب 3 هذا عبارة عن ابعاد الصورة 160 × 160 بكسل ضرب 3 RGB وال 32 هذه عبارة عن ايش عدد الباتش بالضبط فبالتالي هذول 32 صورة كل واحدة منهم 160 × 160 وثلاث الوان RGB ثلاث قنوات ايش الموديل اللي حيستخدمه؟
قال لك هنستخدم الموبايل نت فيرجن 2. طبعا مين طوروا هذا الموديل؟ جوجل. هذا الموديل بري تريند على الايمج داتا سيت، زي ما حكيت لك انه هي مدربه او بتحتوي على 1.4 مليون صوره، وبتحتوي على 1000 كلاس، تمام، وفيها كاتيجوريز عديده، تمام. ايش بده يسوي؟ تخيل معي الموضوع. اللي بده يعمله انه ليش بده يستخدم بري تريند موديل، وهو بده يستخدمه للكاتس والدوكس. هقيت لو استخدم الموديل زي ما هو بينفع، انت في عندك 1000 كلاسز وانت طالب منه بس 2 كلاسز، بس الاداء تبعه ممكن يكون انه مش ولا بد. هذا خيار. الخيار الثاني انه انت تاخد البري تريند موديل وهو مدرب على 1000 بس تخصصه على 2 كلاسز تبعونك اللي هي الكاتس والدوك. في هذه الحاله ايش بيصير؟ انه انت بتستغل الفيتشر الويتس اللي هو وصلها في عمليه استخراج الفيتشرز من الايمج اللي هي الحواف هذه، انه هو تدرب عليها كثير وصار في عنده خبره فيها كثير، فممكن تستغلها وتخصصها لتصنيف الكاتس والدوك. طيب الان الايمج شيب، الايمج سايز، في الايمج سايز 160 في 160 على ما اعتقد، على ما اذكر، نعم، وثلاث قنوات. وهنا عرفنا البيز موديل تي اف كيراس ابلكيشن موبايل نت ايش ادينا له الانبوت شيب، وهنا انكلود توب بتساوي فولس، والويتس الايمج نت. عليكم السلام. اوكي، احنا بدنا ناخذ باتش من الصوره، فحكينا انه 32 صوره 160 في 160 في 3. الان الموديل اللي احنا حنستخدمه ذكرنا انه هو موبايل نت مدرب على 1.4 مليون صوره، الداتا سيت هذه ايمجها اسمها ايمج نت، وفيها 1000 كلاس. فكيف بدك تعملها؟ تحدد الايمج شيب، ايمج سايز في ايمج سايز في 3، 160 100 في 160 في 3، البيز موديل بتساوي تي اف كيراس ابلكيشن موبايل نت، تدي له الايمج شيب والانكلود توب والويتس من الايمج نت اللي احنا ذكرناها، تمام. كيف؟ موديل جاهز، نعم، هيو راح اعمل له داونلود لوحده من الانترنت، تمام. وهنا الفيتشر باتش بتساوي بيز ايمج وعداله الايمج باتش، وهنا راح طبع انه الفيتشرز اللي بتطلع معاه انه هاي الدايمنشن تبعها. فبالتالي انت بتستخدمه هنا كفيتشر اكستراكشن. هجيت شغله مهمه عشان انت تستخدم هذا الموديل، انه انت بدك تعمل فريز للباراميترز تبعته. فهذه شغله كثير مهمه، انه بيز موديل دوت ترينبل بتساوي فولس، تمام. شوف السمري تبعه، بالله عليك تشوف هذا الموديل. الموبايل نت فيرجن 2، ايش في عندك؟ الانبوت لاير كونفولوشن بس زيرو بادنج هنا، تمام، انه في عندك بادنج، وهنا كونفولوشن 2 دي، وهنا كونفولوشن مع ريلو. شوف هدول الطبقات كلهم، انا لسه عمالي بعمل سكرول. في عندك هو بركب بلوكات مع بعض، وكل بلوك هو مكون من مجموعه من الطبقات، لغايه لما تصل في النهايه. شايف كم طبقه؟ لسه بعمل سكرول، لغايه لما تصل هيو بلوك 11، بلوك 12، لغايه لما تصل لاخر حاجه انت عندك هنا اللي هو الاوتبوت لاير. وكم باراميتر انت عندك؟ 2 مليون باراميتر. قديش الترينابل؟ زيرو. ليش؟ لانه حطينا الترينابل فولس، تمام. نون ترينابل باراميتر اللي هي 2 مليون زي ما انت شايف. فبالتالي انا بستخدم استخدام، ما بعدل في الويتس تبعته بالمره. طيب
ايش سويت انا؟ ركز معي عشان تفهم كيف كيفية استخدام لترينابل او البري تريند موديلز. هاي انت عندك هذا الموديل اللي هو الموبايل نت فيرجن 2، تمام؟ وزي ما حكينا انت عندك مكون من مجموعة من الطبقات زي هيك، هدول كلهم استخدمتهم وحطيت انه الترينابل بتساوي فولس. وايش بدك تسوي؟ بدك تعتبر هذا الموبايل نت تستخدمه كفيتشر اكستراكتور، وتضيف عندك طبقات هنا، هذه convolution وهذه dense زي هيك عشان تعمل classification تبعك على two classes. هذه الف كلاس، تمام؟ بدك تستخدم الويتس اللي هنا مش عشان تصنف الف كلاس، لا، بدك تستخدمها كالفيتشر اكستراكشن وتاخذ الفيتشرز اللي بتطلع هنا، تمام، وتدخلها على كمان convolution layer وبعديها كمان dense layer عشان تصنف انت عندك two classes اللي هي الكات والدوك، تمام؟ هذا انه نون ترينابل وهذا ترينابل، هذول التو لايرز ترينابل. شوف كيف بدي اضيفهم مع بعض، تخيلت الموضوع؟ راح ضاف طبقه الافرج، تمام، هي جلوبال افرج بولينج 2D، تمام، وراح ايش ضاف وراها؟ طبقه الدنس 1 نيورون باينري كلاسيفيكيشن كاتس ودوكس. راح عمل الموديل النهائي تبعه عباره عن ايش؟ البيز موديل كله بكل تفاصيله، الطبقات تبعته، بالاضافه لطبقه الافرجنج لاير اللي هي مكونه من convolution اصلا، وطبقه البريدكشن لاير اللي هي الدنس. هاي بالضبط. الان هذا ترينابل ولا مش ترينابل؟ هذا البيز موديل حطينا انه ترينابل بتساوي فولس، ثبتناه. فبالتالي لما اعمل الموديل هذا دوت فيت هنا مش حيغير في الويتس ولا شيء. وين حيغير في الويتس؟ في هذول التنتين، تمام. بعديها هنا عندك في حدد الليرنينج ريت، عمل كومبايل للموديل، تمام. وهنا هاي الموديل سمري اللي هو اخذه كله كبلوك كامل موبايل نت فيرجن 2، وهنا حط الطبقتين هدول، وصار انا عندي هنا ترينابل باراميتر ونون ترينابل باراميتر. شايف كيف صار؟ بالضبط، نعم، تمام. وهنا عمل ترين للموديل انه انا عندي الانيشال اوبكس والفاليديشن، وعمل ترين للموديل وطبع الاكيورسي تبعته انه 73 هذه اللوس، والاكيورسي 57. الان يعني هنا انه مجرد انه عمل طبع الانيشال لوس والاكيرسي بدون تريننج، بالضبط، ايوه، بدون تريننج انت عندك الاكيرسي 57، متخيل؟ طب بعد التريننج شوف قديش احنا وصلنا، عندك الاكيرسي 98 والفاليديشن اكيرسي 98 للكاتس والدوكس، واحنا قبل هيك كنا موصلين في الكاتس والدوكس قديش؟ 61 حاجه زي هيك في الستينات. فلاحظ انه انت عندك في الليرنينج كيرفز انه فعلا انه يعني الاكيورسي كثير عاليه وما صارش في عندك اوفر فيتنج، تمام. فهاي البري تريند موديل، لسه احنا ممكن انه احنا نحسن اكثر من هيك، تمام. خليني بس انه اعمل بريك هنا. طيب في الفاين تون ايش بده يعمل؟ مش احنا حكينا انه الطبقات انه اخذ هذه انه كلها كبلوك واحد، انه الموبايل نت فيرجن 2 عملها فريز، ايش بده يسوي الان؟ بده ياخذ اكم من طبقه من هنا وبده يفك الفريز تبعهم. شايف كيف بده يتصرف؟ فبده ياخذ اكم من طبقه من هنا بده يفك الفريز تبعهم، معنى ذلك انه حيتعدل الويت، حتصير ترينابل. شوف كيف حيعمل هذا الكلام، حط انه البيز موديل ترينابل، رجعه كله ترو، تمام. وبعديها ايش سوى؟ انه فاين تون ات 100،
معنى ذلك انه هيعمل انه من اللاير 100 للاخر هيعمل روتين انه تون. فبالتالي فور لاير ان بيز مودر دوت لاير تمام من الاول لغايه الفاين تون ايش رجعوا؟ رجعوا فورس. معنى ذلك انه من 100 للاخر صارت ترينبل. رجع عمل كومبايل للموديل تمام وهي عرضه لان حيختلف انا معايا الموضوع في السمر بالضبط. زادوا الترينبل باراميتر صاروا مليون تمام. النون ترينبل انا عندي 395,000. عمل فيت للنظام مع انه كانت النسبه هناك عاليه. شوف اللوس، اللوس قليل جدا والاكيورسي هنا وصلت لقديش 99 للتريننج وللفاليديشن 98.5. قديش كانت هناك؟ كانت برضه 98 او 97؟ لا 98.15 للفاليديشن. هنا صارت 98.50 في امبروفمنت. خلينا نشوف البلوتس شكلها. عندي تريننج اكيورسي مع الفاليديشن اكيورسي مع ستارت فاين تونينج. نعم. فبالتالي هنا تريننج اند فاليديشن لوس مع التريننج اند فاليديشن لوس. فزي ما انت شايف انه انا عندي هنا انه هنا وصلت لاوفر فيتنج بس انه هو عامل ستوب عندها تمام. ف ككونكلوجن احنا شو اخذنا في هاي الوصفه او شو تعلمنا؟ انه كيف نستخدم البري تريند موديل للفيتشر اكستراكشن وكيف انه احنا نعمل تونينج للبري تريند موديل. انه بدل ما هو كان ل 1000 كلاس انت عملت خصصته ل 2 كلاسز او انه فكيت الفريز تبعه لعده لايرز بحيث انه تصير ترينبل تمام.